خلي المصير تاعنا بين ايدينا في المقابلات اللي لعبوها داخل الديار. الحمد لله المقابله ما كانت سهله، لعبنا ضد فريق جد محترم، فريق بطل افريقيا. الجوار اليوم كانوا ديترميني باش نديروا ريزيلتا بوزيتيف، الحمد لله هذا الريزيلتا خلاتنا دوك نكملوا الموسم باريحيه ان شاء الله. لا بكل صراحه ازمه ماليه وزيد لي كونديسيون اللي لعبوا فيهم بطولة مومون كملت، حنا مازلنا نلعبوا حراره كبيره، نظن الحمد لله دوك حنا نكملوا هذا لي ماتش كما كان الحال العام الجاي من العربي طريق ان شاء الله. طازج حله جديده وذوق اروع. زير تيب أول قناة إلكترونية في الجزائر.